مواكبة الثورة التكنولوجية في العالم هدف أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ من خلال إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي. ويهدف المركز إلى الارتقاء بأساليب الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة وتقليل الخطأ الناتج عن تداخل العامل البشري، وبالتالي الوصول بالفساد إلى نسبة صفر. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم بجهد كبير في تحقيق حلم بناء مصر الرقمية والدخول لعالم الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما ينعكس على الارتقاء بمكانة مصر كمركز موثوق عربيا وإقليميا ودوليا في مجال الصناعة. ويكتسب التحول الرقمي أهمية كبرى في مصر مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ودخول عصر المشروعات القومية العملاقة، حيث يعتبر من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير الخدمات والإجراءات لمواكبة التقدم السريع في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا وشغلت مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات والاستثمارات في الشركات الناشئة طبقا لتقارير دولية مهتمة برصد صفقات واستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما احتلت مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤشر شركة الاستشارات العالمية إيتي كيرني لمواقع الخدمات العالمية 2019، كما شغلت المركز الرابع عشر عالميا بذات المؤشر، والذي يرصد ويقيم أبرز 50 دولة تقدم تلك الخدمات على مستوى العالم. موضوعنا زي ما قلت في أول حلقة وزي ما تابعنا من خلال التقرير، إزاي نستثمر في الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا الحديثة بشكل عام، وإزاي ده كمان بينعكس على مسار التنمية. التفاصيل هنعرفها من المهندس تامر محمد، مدير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سابقا، مشرفنا النهاردة في استوديو من القاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير وعلى حضرتك. برضو لسه في ناس مش مستوعبة الذكاء الاصطناعي ايه هو، ايه المقصود به، بيتنفذ ازاي، قبل ما نوصل للمركز الاقليمي للذكاء الاصطناعي اللي اشار اليه سيادة الرئيس. الذكاء الاصطناعي هو ببساطة كده هو بقى موجود معانا واحنا مش حاسين. يعني النهاردة حيك لما بتصحي الصبح ورايحة للشغل تفتحي الموبايل عشان تشوفي الطريق اللي هتروحي بيه للشغل، بيديكي ثلاث طرق، بيقولك ده متأخر هيوصلك متأخرة 10 دقايق، ده هيوصلك أسرع 5 دقايق. هو ده ذكاء اصطناعي، هو بيشوف، بيذاكر الشوارع بسرعة، بيذاكر الترافيك اللي موجود أو كثافة الكثافة المرورية في الشوارع المختلفة، وبينزلها لي في تطبيق، وبينزلها لك في تطبيق، وبيقولك والله أقصر طريق إنك هتمشي من طريق صلاح سالم وهتخش على طريق النصر توصلي مكان شغلك. ده مثال بسيط جدا للذكاء الاصطناعي اللي معظمنا بقى يستعمله يوميا وهو مش حاسب في حساباته ان ده ذكاء اصطناعي. الأمثلة كثيرة جدا. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن احنا بنجيب الكمبيوتر او الحاسب وبنبتدي نعلمه وندربه، ماشي، التدريب في اللي هو الديب ليرنينج، ان احنا بنعلمه مهمة محددة او موضوع محدد، بنعلمه له بكثافة عالية جدا، بنديله بدايل كتيرة جدا وأطروحات كثيرة جدا ما يقدرش يخزنها العقل الإنسان الواحد، ما يقدرش يخزنها جواه، لأن هو بيبقى كمية البروسيسورز اللي بتتعامل مع هذا الموضوع بتبقى عالية جدا. هو ده الفرق بين الإنسان والعقل البشري وعقل والعقل الإلكتروني. لن يستطيع العقل الإلكتروني استبدال العقل البشري، لأن العقل البشري هو اللي بيصنع العقل الإلكتروني، فمش هيحصل ان ده يستبدل ده في يوم من الايام. هو النقطة ان هو بيتعلم بسرعة، ما بينساش وما بيغلطش. فلو جينا ضربنا مثلا، لو اتكلمنا مثلا في حاجة في الصناعة، لما هيك بنيجي ندي لسي مكنة خراطة، الطبيعي ان في خراط بيبقى واقف على المكنه وعارف ان هو هيخرط 2 مللي و3 مللي وهيتحرك يمين كذا ويتحرك شمال كذا. هو العقل او الذكاء الاصطناعي هو واخد الاوامر ديت بشكل بترتيب محدد، ما بيغلطش. ال3 مللي مش هتبقى 3.5 او مش هتبقى 2.5، بينفذها، هيطلع منتج في الاخر دقيق الصنعه. يعني بالظبط دقيق الصنعه وعالي الايه، وعالي الجوده. وعالي الجودة. مين اللي بيديزاين ومين اللي بيصمم ومين اللي بيعلم؟ العقل البشري. العقل البشري.
هي دي 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 جزئيه من الجزئيات. لو جينا طبقناه الذكاء الاصطناعي في اطار الدوله واستراتيجيات الدوله، يعني لما كنا اتكلمنا في السابق عن عقل الدوله واستخدام الذكاء الاصطناعي داخل عقل الدوله، عقل الدوله مش بس مخزن معلومات، لا هو مخزن معلومات وكمان بيتم المعامله معاه بالذكاء الاصطناعي. نبتدي نشوف عندنا عجز في ايه، مواد مثلا مواد استراتيجيه او مواد استهلاكيه، او دي المده الاحتياطيه بتاعتها قربت تقل فمحتاجين نزود منها شويه. بيبتدي هو بيبقى بيشوف او بيمونيتور كل الحاجات اللي احنا قايلين له عليها. بديله معادله يعني زي المعادله الحسابيه كده، وهو بيطلع لي بالحل او بالنتائج او بالحلول او بيطرح لي حلول، وبيطرح حلول. مش هيعمل معانا لخبطه في الجزئيه الخاصه باتخاذ القرار، لان هو ذاكر وشاف كل الداتا اللي عنده ملايين بيز المعلومات الكتيره قوي او الدقيقه اللي انا مديها له. بالظبط يعني. فهي الذكاء الاصطناعي هو احنا طريق ماشيين فيه لا اراديا. الكويس في الموضوع ان الدوله شايفه الموضوع ده من بنظرة عليا أو بنظرة أفقية كبيرة، فتم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مهمته وضع الاستراتيجية المصرية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والهندلة أو تجميع الجهات التي تتعامل في شغلها بالذكاء الاصطناعي. لو اتكلمنا على وزارة الاتصالات، وزارة التخطيط، الوزارات المختلفة، وزارة الصناعة، لو هنروح للثورة الصناعية الرابعة، ما هي الثورة الصناعية الرابعة معتمدة في الأساس على الذكاء الاصطناعي. الثورة الصناعية الرابعة بتتكلم دائما هي الماشين تو ماشين، ان بدل ما العامل هو اللي بيكلم المكنة، لا ده هو المكن بقى بيكلم بعضه بيقلل الخطأ البشري بنسبة كبيرة. لكن يعني مع الأهمية المتنامية في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأنه أصبح عامل رئيسي في تطور ونمو ومكانة دول بعينها، مصر محتاجة إيه وفي أي مرحلة في هذا الطريق؟ احنا في مرحله مش وحشه، احنا بعكس الحاجات الاشياء الاخرى لما كنا اتكلمنا ان احنا دخلنا متاخرين شويه، لا احنا في الذكاء الاصطناعي لا زال العالم يتحسس الطريق في مجال الذكاء الاصطناعي. ممكن نكون متاخرين سنه صغيره قوي، بس احنا اوريدي شغالين وبنشتغل بشكل سريع ومتلاحق. ما يتم الان في حاجات كتيره شغاله في التطوير الحالي للحكومه، يعني مثلا هنضرب مثال لانتقال الحكومه من القاهره القديمه الى العاصمه الاداريه الجديده، كما اعلن النهارده وزير الاتصالات في احد تصريحاته ان هي نقله، مش نقله مكانيه، هي نقلة نوعية في نوعية الخدمات اللي سيتم تقديمها للمواطن. ده بيزد على إيه أو بناء على إيه؟ بناء على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة وحدودا وتحديدا بالذكاء الاصطناعي، علشان خاطر يقدر المواطن يحصل على الخدمات المتاحة ليه. لو منتكلمش ان هو بيتعامل مع اي تكنولوجيا ولا من اي حاجه من خلال الشباك الواحد، يعني كانت سأل سؤال مباشر النهارده، الناس هتروح ازاي العاصمه الاداريه؟ قالك احنا مش المفروض تماما ان حد يروح هناك. ان احنا بننقل النقله، هي النقله اللي هيحس بيها المواطن في نوعيه الخدمات اللي هيتلقاها هتبتدي تختلف. زي ما اعلن ان الكونسبت اللي شغالين بيه الوزارات وبين بعضها هي انها حكومه تشاركيه، ان احنا بنتشارك في المعلومات، وليس يعني ما اكثر ما كنا بنروح لجهه يقول لك طب هاتي لي الورقه الفلانيه من الجهه الثانيه واختمها لي من الجهه الثالثه. بالظبط. فالنهارده بقى عشان تخلصي ورقه بتعدي على خمس ست مصالح، المفروض مع هذه النقله ما فيش كلام ده. يعني هيك الورق كله هو انت ليكي فايل واحد موجود قدام الموظف، محتاج يتاكد ان بطاقتك سريه، هيعرف انها سريه. لو هي مش سريه هيعرف انها مش سريه. مش لازم ياخدها يشوفها يعني بعينه، مش هيروح يقول لك والله هاتي لي بيان ان انت ما عندكيش عربيات تانية.
هو شايف ان انت عندك عربيه ثانيه. فليه؟ لان المعلومات بقت متاحه بشكل مقنن طبعا، مش 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 متاحه كل جهه بتقدر تستخدم المعلومات اللي هي محتاجاها، اللي هي محتاجاها فقط، اللي هي محتاجاها عن الشخص، اللي هي محتاجاها فقط وفي وقت الاحتياج اليها. أيوة. يعني حضرتك لو بتقدمي على خدمه معينه وهو المفروض بيستعلم عن 3-4 حاجات، هيتم ان الحاجات دي هتفتح قدامه يقدر يستعلم عنها. لكن لو انت مش بتطلبي، لو الخدمه مش محتاجه الاربع حاجات التانيين، مش هيكونوا باينين قدامه. ودي حاجه مهمه طبعا لسريه المعلومات الخاصه بكل شخص. بالظبط. يعني مين اللي بيدير هذه المنظومه؟ برضو الذكاء الاصطناعي. فهو هو الكمبيوتر او البروسيس موجود، معروف الخدمه الفلانيه بنحتاجها 1 2 3 4، ما بينساش، ما بيغلطش ويطلع ملف تاني. أيوة. ما بيغلطش وهو بيحط بيرجع الملف في الشانون، ورقتين وقعوا بين شخصين، فملف ده شمال يروح لواحد تاني. بالزبط. يمين. ده طبعا كله برضو محتاج تدريب، لانه في النهايه برضو في عنصر بشري اللي بيتعامل مع الذكاء الاصطناعي او مع التكنولوجيا دي لتقديم الخدمات المختلفه. بدلنا نتوسع في الكليات، في كليه في بنها وكليه في كفر الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان اشار كمان انه هيبقى في كليات تانية في مدينه العالمين وفي الغردقه، يعني هيبقى في لونش لطريق تاني خالص في التعليم المواكب لهذه التكنولوجيا. لكن ايه اللي احنا محتاجينه تاني غير الكليات عشان ننهض سريعا؟ ده هي بالاضافه كمان للكليات، في غير الاربع كليات الاثنين اللي اوريدي انشئوا والاثنين اللي جاري انشائهم، هو تم تغيير مسمى معظم كليات حاسبات ومعلومات الى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتم اضافه اقسام كامله داخل هذه الكليات، لان مع التحول دوت احنا محتاجين يد عامله او 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 اشخاص خريجين مدربين تدريب عالي ودارسين دراسه اكاديميه تتناسب مع هذا الموضوع عشان نقدر نواكب التغير اللي هيحصل دوت بيد عامله مصريه متعلمه هنا جوه مصر. فهي القصه كمان مش في الاربع مش في الاربع كليات دول، لا ده بالعكس، يعني كليه حاسبات ومعلومات القاهره تم اضافه قسم الذكاء الاصطناعي فيها، واظن حلوان واظن عين شمس، ومعظم الكليات اضافت هذا الخط، لان هو توجه كامل للدوله بشكل كامل. الجزئيه الاخرى التجهيزات الحاليه اللي بتتم من بنيه تحتيه خاصه بكابلات الفايبر اللي بتتم، اطلاق القمر الصناعي طيبه واحد لتغطيه الاماكن اللي مش هنقدر نوصل لها بكابلات الفايبر. البنيه التحتيه عندنا كان فيها مشكلة، بس يعني في خلال السنتين اللي فاتوا يعني هنقول جرينا بسرعة جدا في إيجاد حلول لهذه المشكلة وحلول بديلة. لو ما عند الفايبر هو أفضل حل موجود في الوقت الحالي، عندنا مشاكل في بعض الأماكن مش هنعرف نوصل لها بالفايبر، فتم إطلاق القمر الصناعي لتغطية الأماكن اللي هيكون فيها هذه المشاكل. أظن إن إحنا في خلال سنتين ثلاثة هيلمس المواطن وهو موجود جوه قريته بهذا بهذا التطور. ده معناه إن هو هيدخل يا فندم في كل القطاعات، يعني السيستم الجديد أو النظام الرقمي الجديد اللي هيتبع هيكون شامل كافة بالزبط. القطاعات. يعني إحنا عندنا تجربة بورسعيد تم ميكنت أو رقمنت 170 خدمة بيتلقاها المواطن، والمفروض ان ال 170 خدمه دول في خلال 36 شهر يكونوا ابلايد او مطبقين على كافه المحافظات الجمهوريه. فعشان كده بقول في خلال السنتين ثلاثه هيبتدي بورسعيد، عشان ابتدينا فيها نظام التامين الصحي. بورسعيد كانت هي البايلوت او هي النموذج الاولي اللي هنجرب فيه خدماتنا الالكترونيه. التجربه على يعني بورسعيد يعني فيها ميزه ان العدد، ان هي محافظه مساحتها مش كبيره، العدد فيها مش كبير، فنقدر نجرب فيها ونقدر نطور فيها بسهوله. ولما نلاقي اكيد بيظهر صعوبات وبيحصل اخطاء، بيتم علاج الكلام دوت عشان يتعمل نموذج كامل لتطبيق هذه الخدمات على
ال 27 محافظة. ما كانش ينفع نقول والله احنا هنطبق ميكنة الشهر العقاري اوتوماتيك على ال 27 محافظة بمراكزهم ومدنهم، ما كانش منطق يعني حاجة منطقية. فاحنا النهاردة بنجرب في بورسعيد، بقى عندي نموذج واضح، مانيوال واضح، هنعمل 1 2 3 4 عشان نعمل الخدمة الفورانية. بنفس الكلام ده نقدر نابلاي بقى لو اتكلمنا بلغه الكمبيوتر كوبي وبيست. خلاص احنا اوريدي جربنا وخدنا التجربه في محافظه، وجربنا وعملنا تجربه الاول اوف لاين، وبعدين نزلنا بيها للمواطن، شفنا رد فعل المواطن ايه، المشاكل اللي حصلت ايه، تلافينا هذا الكلام، بقت خلاص موجوده ومنتظمه وستيبل. تمام كده نقدر بقى ناخد نفس اللي احنا نفذناه في النموذج دوت مع استبعاد الأخطاء وتذليل المعوقات اللي حصلت. غالبا بتكون الأخطاء ناجمة عن إيه؟ ولا بس عشان البرامج الجديدة؟ البرامج الجديدة لسه ما كانش معمول حساب حاجة معينة. ساعة مثلا كنا عاملين حسابنا مثلا السيرفر هيشيل سي مثلا 1000 عنده كاباسيتي معينة مثلا، فطلع لا مش مستحمل، محتاجين أكتر، فنضطر نزود شوية، فبقت فتقوم الأمور كلها تبقى واضحة من خلال هذه التجربة، ونأبلاي بعد كده على المحافظات الأخرى بأقل معدل من الأخطاء، ونبقى برضو اشتغلنا على المعوقات اللي قابلناها في النموذج بتاعنا من بدري. طيب لما ننشئ المركز الإقليمي للذكاء الاصطناعي ده المفترض ان هو يحقق ايه او يوصلنا لايه، وازاي ممكن نصل الى هذا المشروع؟ احنا المركز الإقليمي للذكاء الاصطناعي هو الهدف منه ان مصر تاخد ريادة هذه التكنولوجيا أو هذا القطاع على مستوى أفريقيا. فإحنا يعني في بعض الأوقات إحنا كنا بنقول إن إحنا ممكن تكون في دول أفريقية سبقتنا في شوية حاجات، بس إحنا في دي لأ. لسه ما حدش سبقنا في الدول الأفريقية. لو عندهم حاجة هتبقى عندهم حاجة مستوردة بالكامل. فإن يكون عندنا مركز للذكاء الاصطناعي، مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي على مستوى قارة أفريقيا، مع إعلان سيادة الرئيس قبل منتدى الشباب في افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات عن تبني مصر لموقع للتجارة الإلكترونية على مستوى أفريقيا. كل الكلام يعني النهاردة حيك الشركات العالمية بتدير مخازنها، يعني أكبر شركة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية بتدير مخازنها بدون موظفين، روبوتس موجودة جوه هي اللي بتاخد البضاعة وبتحطها وبتغلفها وبتسلمها لجهة البريد اللي هتبعتها. فهذه المنظومة كاملة لن يعني مش هينفع تتم بالشكل اللي احنا نتمناه. ان احنا لو بنقول ان احنا هناخد ريادة التجارة الإلكترونية في قارة أفريقيا، ما ينفعش نبقى أقل من النموذجين اللي موجودين عالميا. لازم نبقى على نفس الليفل، ومش هنقدر ناخد الخطوات ديت إلا من خلال استراتيجية واضحة هتطلع من المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من خلال مركز الإقليمي للذكاء الاصطناعي، عشان ان برضو الخريجين اللي هيخرجوا من الكلية مش هيبقوا جاهزين لسوق العمل، هو تم تعليمهم أكاديميا. فمحتاج برضو ان انا اخده اديله بقى خبرة تدريب عملي والتدريب على السوق. فأظن ان المركز الإقليمي دوت هيبقى هو الحاضنة اللي بتطلع سواء مشروعات أو أشخاص مدربين لاستخدام الذكاء الاصطناعي. طيب هو المشروع أو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي هيحللنا زي ما يعني فهمنا من كلام حضرتك كتير جدا، أو ربما يكون النسبة الأكبر من الخدمات المقدمة للمواطنين، لكن على جانب آخر إلى أي مدى كمان بيتم الاستفادة منه في مشروعات تنموية أو في مواكبة الأمور الاقتصادية على الصعيد الآخر؟ حكمة هي إحنا لو النهاردة لو الخدمات اللي بتقدم للمواطن بقت يسيرة وسهلة، بقت هي نفسها الخدمات اللي بتقدم للمستثمرين للشركات الاستثمارية الأجنبية. لو ناخد بالنا برضو في خلال الفترة اللي فاتت، لو بنتكلم على الاستثمار ودخل الاستثمارات في مصر، حزمة القوانين اللي اتعملت تعديل قانون حماية المستهلك، قانون تجريم مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون حماية البيانات الشخصية، قانون المعاملات الإلكترونية، كل دي بت بت بت
بتكمل الجو أو بتهيئ الجو للمستثمرين أو للشركات الأجنبية للوجود في بيئة محك. المستثمر جاي عايز بلد مستقرة سياسيا، مستقرة أمنيا، مستقرة قانونيا، عند في منظومة تقدر هو يقدر، بالتالي الاستثمارات تزيد في معدلات النمو وهي كمان بالضبط تزيد، لأنه كان دايما بيبقى فيه تخوف طب لما العنصر البشري هيقل ده هيقلل من فرص العمل في مجالات كثيرة. فعشان كده كنا بنشير انه قد ايه ده ممكن ان هو يخدم بقى على مستوى الدولة كله في امور اخرى اقتصادية او تعود بالنفع الاقتصادي المباشر على المواطن. حقيقة هو مش هيحصل قصة تأثير على الوظائف والكلام دوت. زمان كان فيه السقة اللي بيعدي على البيوت يجيب للبيوت المية، النهاردة ما فيش سقة. ليه؟ لان الموضوع يعني اختلف، يعني في حنفيه. لا بالظبط. فهل اللي كان شغال الشغلانه دي او لما الشغلانه دي اختفت حصل مشكله؟ بالعكس، هو اللي هيحصل اللي بيحصل دلوقتي هو تغير في شكل الوظائف وليس مستحيل، مش هيحصل، مش هينفع. لان حضرتك انت مع التغير والذكاء الاصطناعي مش هيحصل ان هو مستحيل يحل محل البشر. بس هتتغير شكل الوظائف زي ما بتتغير شكل الكليات، بدل كلية الحاسبات والمعلومات بقت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. ده مطلوب برضو ان الناس او الشباب يعرفوه قبل ما يخشوا سوق العمل ايه المتطلبات الجديدة الخاصة بيه، ويبقى برضو في رؤية تانية على مستوى الكليات، يعني زي ما حضرتك بتقول تطوير بعض الكليات او فتح اقسام تانية تواكب التطور اللي حصل. بالظبط، يعني النهارده لما الذكاء الاصطناعي بيخش في مجال الطب وبيخش يعرف يقرا الرسم القلب او رسم المخ ويبتدي، لان هو مثلا اتعلم ادوله قبل ما يخش يقرا ادوله مليون رسم قلب بتفاصيلهم كلهم، لو شافت دي تبقى كذا لو كذا لو كذا. فالنهارده حتى هنخرج بره اخطاء الاخطاء البشريه للاطباء، بقت الامراض اللي هي صعبه التحديد بقت سهلا او التشخيص من خلال الورقه، بتبقى هي محتاجه حاجه بسيطه جدا تتشاف في الاشعه او في التحليل او في التقرير، الذكاء الاصطناعي هيقدر يشوفها زي الاشعات الثلاثيه الابعاد والحاجات المتطوره الجديده. يعني مثلا لا، وفي حاجات كتيره كمان في يعني في كمان في قصه رسم المخ، الامراض المتشابهه الدكتور بيبقى شايف هو مش الأعراض عارف الاعراض متشابهه، الاعراض متشابهه ايدنتيكال، بس العلاج ده مختلف عندها تماما. فبيحصل ايه؟ طب نجرب نمشي كده اسبوع، لو مشيت يبقى تمام احنا ماشيين في العلاج صح، لو ما مشيتش نغير العلاج. وده بيعود بالضرر على هو مين المتضرر؟ المتضرر المريض. انه قعد اسبوع، لو هنقول ان مفيش اثار جانبيه هو قعد اسبوع بيتعالج غلط، او لو كمان بقى تعالج خطا ده تبقى مشكله ثانيه أكبر. أنا مش عارفة الدكاترة كانت زمان بتعالج كانت بتشخص إزاي الأمراض بقى من غير السونار والأشعات عشان كده كان معدلات الوفيات عالية جدا، عالية، لأن هو مش قادر يحدد المرض اللي موجود إيه. فبيبقى هو يعني اللي كان معروف مثلا أعراض 70 80 مرض هو بيعرفه، لكن هم مثلا 250 صح. فمع مع تطور العلم مع يعني حكي احنا في التسعينات كان مثلا الفيروس سي او التهاب الكبدي كان بيبقى صعب تشخيصه، النهارده بقى سهل تشخيصه وسهل علاجه كمان. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس تامر محمد مدير غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سابقا، شرفتنا جدا يا فندم في هذه الحلقه من القاهره. الشكر دايما موصول لحضراتكم لمتابعه برنامج من القاهره. بعد الفاصل هنروح لعاصم ابو الغار وقراءه في صحف الغد. الى اللقاء.